كده اقفل الباب ده علشان عاوز اكلمك في موضوع مهم ومش عايز حد يسمعه غيري انا وانت. ايه يا سيادة اللواء؟ انت ناوي تتجوز؟ هو انا لو هتجوز ايه اللي يجيبني ليك انت يا ضايع؟ اسمع يا عسكري، مش عايز حد يخبط ولا يدخل. حاضر يا فندم. امان ما عليك. خير؟ انت متابع طبعا حاسه ناديه ابو العزم وزيره الصحه؟ اه طبعا. وفي حد في مصر ولا بره مصر مش متابعها؟ الراجل اللي الامن الوطني منزل صورته بيدور عليه انا اعرفه كويس قوي، اعرفه معرفه عمر يعني يمكن 20 سنة واكتر. طب وايه المشكله؟ هتكلم حبايبنا في الامن الوطني؟ لا يا حبيبي، ده موضوع يخصني انا. يخصك ازاي يعني؟ انا لازم اجيبه بايدي. انا عارف ازاي اعرف اجيبه. ايه الحكايه بالظبط؟ انا هحكي لك يا عصام، انا بثق فيك وكل حاجه حبيبي، بس انا عاوزك تحط ايدك على المصحف ده وتحلف لي كده علشان اللي هقوله لك مش عايز حد ابدا يعرفه غيري انا وانت. تمام يا عصام؟ تمام. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبون 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. صدق الله العظيم. معلش يا دكتور، أنا آسفة، أنا عارفة إن أنا المفروض ما أقعدش معاها كتير. بالعكس، هي في المرحلة دي محتاجة تحس باللي بتحبهم حواليها، وعلى العموم هي اتجوزت مراحل كتير خطر. الحمد لله. الحمد لله. واضح انها ما بتستسلمش بسهوله. ربنا يقومكم بالسلامه. يا رب. امي بقى. امي بالسلامه بقى عشان وحشتيني قوي. انا محتاجه لك. ايه يا حبيبي؟ ماما عامله ايه؟ مفيش جديد. معلش، ان شاء الله خير. قولي لي، احنا هنروح نقابل اللي اسمه درويش ده دلوقتي مش كده؟ هقابله، انا اللي هقابله يا حازم، مش هينفع تيجي معايا. ايه التهريج ده؟ مستحيل اسيبك تروحي المشوار ده لوحدك. حازم، انا مش عايزه اي حاجه تبوظ لي المقابله دي. ممكن؟ اه طبعا ممكن. ممكن الواحد يسيب مراته تروح تقابل مجرم عادي. ممكن كمان يروح كافيتيريا يشرب قهوه لغايه لما تخلص وترجع له. من فضلك بلاش الاسلوب ده. حبيبي انا مقدره كويس قوي ان انت قلقان وخايف عليا، بس انا عايزك تثق فيا. انا حاسه ان المقابله دي هتكشف لنا حاجات كتير قوي، صدقني. مهلا، انت عايزاني اقف اتفرج عليكي وانت بتغرقي نفسك بالشكل ده؟ لا، انا عايزك تقف جنبي. عايزك يا حسن تسيبني اتعلق بقى الشاي. ماشي يا مهلا، حاضر، بس انا هبقى موجود من بعيد عشان لو حصل اي حاجه. صدقني مش هيحصل حاجه لو ما جيتش، بالعكس ده انت لو جيت ممكن تقلق الراجل وتبوظ المقابله كلها. امسكي. ايه ده؟ خليه معاك عشان يحميكي. لا طبعا، انت عارف كويس قوي ان انا مش هعرف استعمله ومش هوصل الامور للمرحله دي. حبيبي هما كلمتين اسمعهم الراجل في عز الظهر والناس رايحه جايه حوالينا. عايزهم عشان خاطري، من فضلك استحملني. الوسط عند الساعة 9. حسن، المجموعة جاهزة؟ اه يلا بسرعة. البيت داخل على المحطة. مش مطمن 10. شغل العيال اللي بتعمله 6 نقلة داهية هيودينا كلنا في 60 داهية. يا عم اهدى بقى. هتلاقي كمين أحسن من كده فين يعني؟ كمين؟ والله بس هو اللي ما يكونش عامل لنا كمين. ده زارع قنبلة تعمل لنا كارثة في وسط جرم البشر اللي جوه ده. ألاقيش معاك ولعة؟ سوري؟ لا لا، ماليش في اللغات. اللي شاغل بالك وجاي تقابليه بعتني عشان اخده.
يلا بينا نتكلم واحنا بنتدنجل. نتدنجل؟ انت مين يا ست انت؟ فيها بيت ورا صوتك. انا جاي اخدك تقابل الارهاب. لا تعجبيني وانت حويطة، وعشان تطمني وامرت التابع. اوكي اوكي. لا اسم الله عليك نورة. يلا بقى هزيها وتعالي وراي. الله حلاوة قوي. ده طلع تنظيم مختلط. ارهاب اتطور اشهر. الله بينا. غشا معايا والحرنكش ورايا. جهز نفسك يا عجميه. قشطه يا سمسميه. بالسلامه. واد يا بتاع. يا حاج اول ما اهزك بالعصايه دي تاخد الشنطه اللي في ايدك وطيران على البيت. يا الشنطه دي فيها ايه؟ اول ما توصل البيت هتعرف فيها ايه؟ هتعرف تعمل كده؟ انا مش هقول لك غير كلمه واحده. أوه. اللي عنده بيت زينا هقول له عمنا. ودي كلمه واحده؟ امال ايه؟ تقوى عليك. ماشي. رايحين على فين بالظبط؟ من دلوقتي مش عايزك تنطقي ولا كلمه. افتكر هيروحوا على فين؟ لو المريخ انا وراهم. ولا بتاع يا حاج تقدر تتحرك دلوقتي. ماشي. حرامي حرامي خف شوية. رايحين على فين؟ مش انا قلت اسكتي خالص. هتقعدي تبص كتير؟ انت هتمشي من هنا وانا همشي من هنا، والمكان اللي قلت لك تقفي فيه تستني فيه الامير تقفي فيه ما تتحركيش، فاهمه؟ امشي امشي مش خروح امشي. يا سيد في حد خرج على البوابه؟ طريق الدهر منين يا بنت الحلال؟ ليه كده يا استاذ؟ ده انا جاي اوصلك امانه واتكلم معاكي شوية، كان لازم تبلغي يعني. أنا ما بلغتش، بس أقسم بالله العلي العظيم لو أديك في 60 داهية لو ما قلتلي دلوقتي حالا إيه دليل براءتك اللي كتبتهولي في الورقة؟ وإيه علاقتك بأمي بالظبط؟ أنا ماليش علاقة بأمك، ولا ليا أي حكاية ولا أي رواية. أنا يمكن أعرفها من 3-4 أيام فاتوا. أنا كل ذنبي إني لقيت حاجة مسروقة، اعتبرتها أمانة وقلت اوصلها لاصحابها لحد ما رحت للدكتوره في الوزاره وحصل اللي حصل. وعرفت منين بقى انها كانت مسروقه؟ اللي سرقه جه يبيعهولي، بس انا بقى هرشت انه مسروق. قعدت اضغط عليه لحد ما قر واعترف انه لقط الجهاز ده من عربيه عند بوابات اسكندريه. من ساعه الجهاز ده ما هو معايا وبلاوي الدنيا كلها عليا. معرفش بقى يعني من غير مؤاخذه يعني فلوس الست الدكتوره حلال ولا فيها شبهه؟ نعم. معلش معلش اصل بعيد عنك الجهاز ده معفرط معفرط. اول ما فتحته مصايب الدنيا كلها اتفتحت في وشي. مش فاهمه يعني ايه معفرط. الواد شهبور
اللي عندنا في الحتة قال لي إن الجهاز ده مرصود من جهاز تاني. مرصود؟ متراقب يعني. طب هو عارف منين إذا كان متراقب ولا لأ؟ ما أنا هقولك على كل حاجة، هقولك على كل حاجة، بس واحدة واحدة كده واديني وقت. سيادة المقدم، ايه الاخبار؟ الاخبار زي الزفت. زي الزفت ازاي بس يا فندم؟ نالا لسه بعتالي مسج بتقولي انها كويسه، بس هو المشكله ان الموبايل اتقفل بعد كده. هو انتوا لسه ما قبضتوش عليه؟ نقبض عليه ما دام نالا متواطئه مع الارهاب اللي بندور عليها حازم بيه. طب وانا ايه اللي يخليني اصدق قصه عجيبه بيقولها لي واحد ارهابي هربان من السجن في قضيه محاوله اغتيال رئيس جمهوريه؟ اوه، قصه الارهابي الهربان ده مش موضوعه. انا ايه اللي يخليني اعرض نفسي للخطوره والمجازفه دي كلها عشان اجي اقابلك؟ طب فين الجهاز؟ ها؟ الجهاز موجود. يا نهارك اسود ومنيل، انت بتلعب بيا؟ بضحك معاك عادي بس. فين التاب؟ اقعدي بس، اقعدي بس، اقعدي بس، موجود والله موجود. حتى بالاماره لما تفتحيه يبقى صوره والدتك وانت جنبيها. طيب ما جبتهوش معاك ليه؟ اجيبه فين في وسط المرمطه اللي انا فيها دي وكل الخطوره دي كلها؟ اجيبه ازاي؟ ما يمكن يضيع مني. بص بقى، انا الحاجه الوحيده اللي تخليني اصدقك ان انت تطلع معايا دلوقتي ونروح نجيب التاب وتطلع بيه على وزير الداخليه تحكي له اللي انت حكيته لي بالتفصيل وبالحرف، وهو كفيل بقى ان هو يبرئك لو انت فعلا بريء. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده بس؟ ايه اللي انت بتقوليه حضرتك؟ ازاي يعني؟ ده انت لسه قايله بعظمه لسانك من شويه ان انا ارهابي متهم بقتل رئيس الجمهوريه، اروح له ازاي؟ اروح وزير الداخليه ازاي؟ يا ستي يا ستي، انا اللي نجيني من الموضوع ده حاجه واحده بس، هو ست والدتك. عشان كده اقتحمت عليها وديتها في المستشفى. ايوه بس انا ما كنتش في اي نيه للاذيه والله، انا فضلت قاعد معاها واتكلم كده واتحدث معاها لغايه يعني شويه كده وفائت. فائت؟ اه فائت. طب وقالت لك ايه؟ ما اعرفش، قالت فائت كده شويه وراحت قايله عين العفريت. انت هتهزر بقى ولا ايه؟ والله ما بهزر، الست والدتك بقى اللي بتهزر. هي كده شويه وعين العفريت، كل شويه تقول عين العفريت. ايوه يعني ايه عين العفريت دي؟ معرفش، يمكن هلوسه بقى ولا خطرفه ولا كانت مكوبسه ولا حاجه وبعد كده راحت في النوم تاني. يبقى انا تحليلي صح، يعني ده في حاجات مهمه تخص ماما، عشان كده في ناس بتحاول تقتلها عشان تاخده منها. بص بقى، اذا كان في سبب واحد يخليني اثق فيك ففي 100 قدامه يخلوني اهد الثقه دي. من فضلك انا عايزه اشوف التاب عشان اعرف ايه اللي عليه بالظبط. انا هجيب لك التاب وهو كذلك يعني، بس توعديني برضو انك تقفي جنبي. ما بقاش في اختيار، احنا ما قدامناش غير ان احنا نساعد بعض. اديني رقم موبايلك عشان لو عاوزنا نتقابل عشان نتكلم. بقول لك ايه، هو انت قلت ايه لماما بالظبط خليتها تفوق؟ دعيت لها، دعيت لها من قلبي. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلين. يا أخيراً افتكرت إن ليك أب. مش عارف ليه كده ما بصدقش العاطفة من بوقك خالص. يشوف كده يقول إن أنت قاعد بقى طول اليوم قاعد تقول فين شايف؟ فين ابني حبيبي؟ ولا في دماغك أساساً؟ ما أنت مقضيها هنا بهو. لا كيوي، أروح أجيب لك 2 كيوي يسندوا قلبك، أما أم أولع لك محميتين. اقعد كده يا ابو عبا، اقعد كفاش على بساط. نفسي اعرف مين اللي ابن مين فينا، ولا مين اللي اب، ولا في ايه بالظبط؟ انا عايزك في كلمتين. هنخش في الوعظ بقى. بقول لك ايه، انا دماغي متكلفه
مش عايز خطب من غير لت وعجن كتير يابا. اجي اسالك عن عم درويش، هو ظهر تاني؟ لا، انا عايز اعرف ازاي ظهر اولاني. طول عمري بشوف الراجل ده في صوره وفجاه كل حاجه اتلخفنت في نافوخي. وانت مش صاحبه؟ يبقى اكيد حكى لك زمان اصله فصله بالظبط. هو حكى لي حاجات كده مش هنكلها ببعضها. كان بيشتغل على بريمه في الخليج، وهو راحت فلوسه في الريان، وولاده ومراته ماتوا في الكويت. بالمختصر كده تاه في مصر، رجليه جابته لغايه هنا. دي فزوره والله، دي حكايه كلها عباره. الدنيا كلها بلاوي يا ابني. يا والله، وانت بابا لما كان بيحكي لك كل الاساطير دي كنت بتصدقه؟ وانت عايز نكذبه؟ وفي حد في المنطقه دي بيقول الحقيقه؟ اسمع، انا لما اجي اقول لك دلوقتي انك انت مش ابني مش هتصدقني؟ ده اليوم اللي بحلم بيه. قول انت بس كده وانا هتلاقيه مصدق على طول. انا عارف، انت لقيتني في مولد، لقيتني في مولد وكنت محشش ساعتها، وقلت ده ابني عشان صحابك ما تتحرجش قدامه. هو في اب يحشش قدام ابنه كده؟ قوم ولع علينا محميتين. مالها؟ انت كويسه؟ الحمد لله. دلع السلامة يا باشمهندسة. اهلا. نهلا، انت ايه اللي حصل لموبايلك؟ ما حصلش حاجه، تشارج خلص. طب وبالنسبه لهدوم حضرتك؟ اظن دي حاجه ما تخصش الامن الوطني. والله ما كنت اعرف ان انتوا بقيتوا صحاب قوي كده. نهلا، انا كنت هموت من القلق عليكي. كنت عايزين اعمل ايه يعني؟ اقف اتفرج عليكي وانت بتضيعي مني؟ عن اذنك. ثانيه واحده يا باشمهندسه، كنت فين بقى مع اللي اسمه درويش ده؟ وايه اللي قاله لك بالظبط؟ حضرتك احنا ما اتكلمناش في حاجه، اصل انا كنت شبه مخطوفه. مخطوفه؟ طب انت هنا ازاي دلوقتي؟ ما هو انا هربت. هربتي ازاي وليه؟ وتهربي ليه اصلا اذا كنت انت اللي رايحه له برجليكي؟ ما هو حضرتك انا لقيت نفسي فجاه يعني كده في وسط ناس ما اعرفهاش، ففكرت كده اعمل ايه، وفكرت كده بذكاء وسبتهم وهربت. ادي كل الحكايه. الناس دي بقى اسميهم ايه؟ اتجاهاتهم، طلباتهم ايه؟ طيب ما هو انا اكيد لو كنت عارفه حاجه كنت هبلغ حضرتك. طيب في حد هددك باي حاجه؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده يا حازم؟ مادام نهله انت لازم تتعاوني معانا اكتر من كده. والله انا تعبانه جدا يا حضرتك. الظلم ازاي؟ طب يعني الكلام ده حياتك عايز نتعاون معاك؟ انا اذا كنتوا انتوا عندكم كل المعلومات عن الراجل اللي انتوا عايزين تقبضوا عليه ومش عارفين تجيبوه، مستنيني انا اقول لك على المعلومات اللي حياتك عايزها واعرفكوا هو فين؟ طب ده كلام. تصبح على خير. عازم بيه، انت لازم تعقلها. انا ممكن اوجه لها تهمة تضليل العدالة، بس انا مقدر الظروف. عاوزك تفهمها ان ايا كان اللي قاله لها الراجل ده فهو راجل مجرم وحاول يقتل مامتها مش انا. بالراحه يا عم درويش. عمك درويش مين يا ده؟ انا ماهر. لا مؤاخذه، لا مؤاخذه، الناس دول بقالهم سنه ما اتحرشوش بحد. انا جاي الوش يفتاء. انا اعرف بس مين اللي قال كلمه حرامي. معلش معلش يا بتاع، ولاد الحرام كتير. بالراحه عليه يا بابا، بتاع بشرته حساسه. بص بقى يا عم درويش، جايبالك حته دين طبق فيه الخلاصه كلها. اتفضل يا عم درويش. ايه ده؟ مهلبيه؟ لا ده تشيز كيك. نعم اخويا، كل ده هيعجبك قوي. يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. استغفر الله العظيم يا رب، طلعت فنيك. فنيك؟ يبقى انت زودت السينامون. زودت ايه؟ السينامون. ما قلت لك بلاش سينامون. اخص على كده، هات يا عم درويش هجيب لك حاجه تانية. عندي بقى جوه، بص يا عم درويش، حته الدين قبل طرت بقى، بس ايه؟ يهبل يا عم درويش، يهبل. هات يا عم درويش. ليه كده؟ انت بتعملي فيهم كده ليه؟ مش خايفه على صحتهم؟ اهي بتتسلى. المهم طمني،
كنت هتقابل بنت الوزيرة قريب؟ والله ما انا عارف يا ماهر. انا حاسس ان البنت ارتاحت لي، ارتاحت لي قوي يعني. بس انا خايف من البهدله، البهدله اللي اتبهدلناها دي مش عايز اتبهدلها مره تانية. طب المهم اتفقتوا على مقنع تقابلوا فيها؟ يا راجل يا راجل، حسن ملفظك يا راجل، حول لي بنت وزيره قابلك في مقنع، ده كلام يا ماهر؟ طب معلش خلاص ما بلاش قد المقام، ما انت بتقابل وزيرات وبنت وزيرات. بقول لك ايه، قوم يا ماهر، قوم يلا قوم، قوم اتكل على الله. قوم روح فين؟ قوم روح الحمام، هديك مزنوق مش واخد بالك. قوم قوم يا ماهر قوم. مقنع ده ألف سلامة بتاع، ألف سلامة حبيبي. ألف سلامة بالراحة يا عم درويش، بالراحة. ألف سلامة حبيبي. بالك هذا شاب، حتة الحشيش دي ما تدخلكوش السجن، عادي تمشي تعاطي، بس أنا ما أعملهاش. قول لي ليه؟ طب ما تكمل أنت من غير ما أقول لك ليه. أقول لك ليه؟ عشان أنا مش ندل، مش كده ولا إيه يا نبو؟ لا لا، إيه يا خضر؟ ده أنت ابن أصول. عارف بقى مين الندل؟ الندل اللي يخلق ويورط حبايب من وراه بلاويه. الندل اللي مقرطصهم بقالهم 20 سنة. ما درويش مقرطصناش يا خضر. أديك أنت اللي قلت درويش، أنا ما قلتش حاجة. يعني أنت عارف إن جواك إن هو ندل بس مش عايز تعترف. يا دي عبيد. يا دي عبيد، ده شغال في تنظيمات. عارف يعني ايه تنظيمات؟ يعني فلوس وتمويل وبلاوي سودا، ده متخصص رؤساء ووزراء. عارف المحل اللي شغال انت فيه؟ ده برافان. لا ده سايبر. ماشي سايبر. ده عامله عشان يقلع ويلبس من وراه براحته. عشان انتوا اصلكوا شوية سذج، انتوا ايه يا نبوي؟ شوية سذج يا حبيبي. لا انا ماليش دعوة. أنا مش سذج أنا، ها؟ لو أنت سذج يبقى أنا مش سذج. وبعدين لو عم درويش زي ما أنت بتقول عليه كده خلاص هروح لحاله. لا راح لحاله دي مش لخضر. اللي راح نجيبوه، وانا عارف ان انت ليك سكه معاه، انت تقوم زي الباشا كده تعلق لنا على الشاي وترجع تترمي في حضن خضرة حبيبك وتفضفض له بدل عليا النعمه معلقك في تلاجه الاسم وسقسقك في شاي المأمور. انت شايفنا بصمات بقى، شهاب بالسمسم ونبوه بالعجوه، في ايه يا عم خضر ما تتعامل معانا على اننا بني ادمين زيك؟ يا ابن قول له على كل حاجه، ده راجل سو. بتقول له يا نبوه؟ بضغط عليه عشان يعترف. من الاخر كده من غير الجو البوليسي ده، انت راجل قاعد في بيتنا، هات لنا الكلام كده راجل لراجل وقول لي عايز مني ايه بالاخر يا خضر. دروش ما كلمكش من ساعه ما هرب؟ كلمني. منين؟ من الموبايل. ايوه رقم الموبايل ايه يا لطيف؟ معرفش. انت تستقبل يلا؟ هو ما قاليش. ماشي. هات الرقم اللي كلمك منه وانا هشوفه بمعرفتي. وانتوا عندكم الخاصيه دي؟ تشوف الرقم تعرفوا مكان الرقم؟ استغفر الله العظيم يا رب. اجيب الرقم يا ابني ولا نعلق الشاي؟ طبعا كريم ما صدقش الحكايه اللي انت حكيتيها دي. لو كان صدق كنت هشك انه ظابط. امال ايه اللي حصل بقى؟ مفيش حاجه، قابلت الراجل وقعدت معاه ساعتين بيحاول يثبت لي فيهم ان هو بريء. وايه دليل براءته؟ معاه بتاع ماما. هو اللي سرقه؟ على حسب كلامه هو اللي خده من اللي سرقه وكان عايز يرجعه لماما. طب وفين التاني؟ ادهولك؟ لا ما جابوش وهو جاي خايف. ايه التهريج ده؟ مش فاهم انت ازاي مصدقه الراجل ده؟ بيضحك عليكي. على فكره انا ما قلتش ان انا مصدقاه، انا بس كنت عايز اعرف اخره ايه. ناوي تعملي ايه؟ بتبصي لي كده ليه؟ لا انت لو بتفكري تزعلي عشان انا بلغت كريم يبقى من باب اولى بقى تعتذري لي على التصرف الغريب اللي اتصرفت بيه. عرضتي نفسك للخطر وخليتيني ميت من القلق عليكي. ماشي يا حازم. انا تعبانه دلوقتي وعايزه انام. لما هفكر هقول لك انا هعمل ايه. تصبح على خير. دي من اهله. جدع تعالى. سفولة زميل. زميل مين يا روح امك؟ انت هتصاحبني؟ اتاخرت ليه؟ يا باشا كل تاخيره وفيه اخيره. انا لقيت لك بقى الخيط المتين. فاضل بس سعادتك تحط ايدك فيه وتكر. خلص، معاك ايه؟ يا باشا لا مؤاخذه الكلام ده ما ينفعش في التليفون. انا مش تلامسه. ده لا ينفع لا في التليفون ولا مع الكبير، الكلام ده عايز لاكبر منه. بطل راغي، عايز ايه من الاخر؟ البص بتاعك ويجي يقابل حبيب قلبك خضر. نشربوا القهوة سوا، ألايمه على اللي معايا يلايمني هو على الشاي بتاعي، ما تقبل يالا! لا مؤاخذة يا باشا مش ليك. أنت عبيط يالا، اللي أنت عايز تقابله ده ما ينزلش لأمثالك، بقول لك إيه عشان نقصر،
طب بكره الساعه 9 الصبح تكون في القاهره عندي، اول ما توصل تكلمني هقول لك نتقابل فين ونتفاهم، ولا تحب انا ابعت اجيبك؟ لا يا باشا ما تشغلش بالك، بقول لسعادتك يا باشا ممكن بس بعد اذنك نخليها يعني 10 10 ونص، اصل انا لا مؤاخذه بصحى واخري. سلام. معفن. عيد العفريت. بسم الله الرحمن الرحيم. عيد العفريت. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. عيد العفريت. لا 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 كده مش هينفع، كده مش هينفع، كده مش هينفع. بسم الله الرحمن الرحيم. ماهر ماهر، خير يا درويش يا اخويا؟ عايز حاجه؟ عايز مصحف. نعم. نعم عمر. مصحف يا ماهر، مصحف. اه طيب نام نام دلوقتي، الصباح رباح، ربنا يهديك، بكره الصبح المحلات تفتح اجيب لك اللي انت عايزه. محلات ايه اللي تفتح اجيب اللي انت عايزه؟ وانا بقول لك هات كيس شيبسي. مصحف ما عندكش مصحف؟ الراجل شيخ الجامع شبط فيه فقلت اسيبه له بركه يعني. انت عايزه ليه؟ عايزه ليه؟ يعني ايه عايزه ليه؟ مصحف هكون عايزه ليه يعني؟ ما عندكش مصحف في بيتك يا جاحد؟ الإمام في القلب يا اخويا، يا مؤمن يا تقي يا ورع. طب قول لي انت محتاج صوره ايه وانا اسمعها وانا اصرف لك فيها دلوقتي يعني. تكرر خش خش نام، خش نام والله لا سيرك. صوره ايه تصرف لي فيها؟ خد يا عم درويش المصحف بتاعه. الله يخليك يا معجزه، اشكرك، متشكر جدا. بس امان عليك، امان عليك، ما تشيل العلامه اللي انا واقفه عندها. حاضر يا حبيبتي، مش هشيلها طبعا، مش هشيلها. تعلم من بنتك يا اخي، تعلم منها فعلا والله، يخلق من ظهر الفاسد مؤمن. ما هي دي المعجزه. انت بتهزر، انت بتهزر يا مان. انا عايز اعرف انت توبت ازاي بجد بقى، قول لي انت توبت ازاي. ايه حلفت على مجله نيكي ما انتش راجع للحرام تاني؟ الاعمال بالنيات. بتهزر؟ اعمال بالنيات ايه؟ شوف انت زمانيه جهنم هيقطعوا من لحمك كده زي سيخ الشاورما، بس اكيد كلهم هيبقوا اصحابك. خش 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 نام، خش نام يا ما، خش نام والله لا سيرك. مصحف شيبسي. مصحف جبت منين يا بنت المصحف؟ قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. صدق الله العظيم. الحمد لله. استغفر الله العظيم.
أمور يا فندم، طلباتك ايه؟ انا الموبايل ضاع والمحفظه اللي فيها البطاقه ضاعت، فكنت محتاجه رقم موبايل وموبايل كتير. هو الموبايل مفيش مشكله يا فندم، بس الخط من غير بطاقه صعب. كده احسن؟ هي من غير حاجه. طب انا ممكن اقدر اسجله لك بطاقتي. شكرا قوي. اتفضلي ارتاحي 5 دقايق. اي درويش، انا نهله. هو ايه اللي نهله؟ مين نهله؟ بنت الوزيره. هو انت لسه ما كنتش عرفت اسمي لحد دلوقتي؟ طب اسمع بس كويس دلوقتي، انا متراقبه، يعني موبايلي معاك ده متراقب. تمسح الرقم اللي معاك ده خالص وسجل اللي انا بكلمك منه دلوقتي. اوكي؟ من فضلك، عايزين نتقابل في اسرع وقت ممكن قبل ما حرارتي تتأيد اكتر واكتر. تمام، سلام. الله، هو احنا مش رايحين للكبير بتاعك ولا ايه؟ شفت حالة ميت ودنك قبل كده ولا تحب اوريها لك؟ لما هي بتعوز مني حاجة بخليها لا تيجي تشوفها. ولا لم نفسك واحترم نفسك وشوف انت بتتكلم مع مين وخلص، وعشان تبقى فاهم بس انت مش هتقابل حد غيري. وانا ما عنديش حاجة، سلام عليكم. استنى بس، استنى. هي مكالمة واحدة وما ترغيش كتير. احب انا اسمة البلد نصين دي. ايوه سعادة الباشا. معلش انا اسف سعادتك، هو بس الواد مصمم يكلم حضرتك. حاضر يا فاشل. حاضر فاشل. صباح فل يا كبير. هات اللي عندك. طب مش اتفق الاول؟ فهيم. ايوه يا فندم. ادي اللي هو عاوزه وقول له يخلص، انا ما عنديش وقت. حاضر يا فندم. حاضر. تعيش يا كبير. الزغلول اللي انت بتدور عليه ده رقم تليفونه البرايفت مع حبيب قلبك خضر، وهو هربان. سعادتك بقى برقم تليفونه ده ممكن اي حد كبير في اي شركه ممكن. مفهوم. خد منه الرقم يا فهيم. لا يا باشا، انتوا بتدور عليه ليه؟ خلص وكلمني يا فهيم. انتوا مالكوا خلقكوا ضيق كده ليه؟ خد اكتب الرقم. الرقم؟ اخد 50,000. معفن. ماشي، هدي لك 100 بس لما نجيبه. وماله؟ ناخد 50,000 مواد. طب اكتب. ايوه درويش، بس انت شايف انك مأمن نفسك في الموضوع ده يعني؟ ولو مش مأمن هتفرق ايه يعني؟